ساندريلا الشاشة الجزائرية، لقب أطلقه جمهور الممثلة الشابة صاحبة 25 سنة سارة العلامة منذ أول ظهور لها. مهارة في التمثيل والقدرة على تقمص أدوار البطولة جعلها تخطو سريعا في أعمال فنية على الشاشة الصغيرة. يا منى، أنا ما نقدرش نعيش حياتي كيما الناس الآخرين. بصح سيدي، أنت ما عندكش حياة أخرى غير الناس. بديت في 2013، كان كاين كاستينغ تاع مسلسل أسرار الماضي، بعثت لي شركة الإنتاج باش نجوز الكاستينغ، جوزته ودرت لهم فيديو، وهذه كانت نقطة انطلاقتي. بصح تاني دور اللي استمتعت فيه بزاف هو في فيلم ابن باديس، فيلم سينمائي، لعبت زوجة ابن باديس، كان دور رائع بالنسبة لي، وأنا متشوقة نشوف رأي الجمهور لأنه هو دور جديد بالنسبة لي. احنا كي نقولوا احنا في الجزائر نقولوا دور الشريره، حاسه انه اثر فيا نوعا ما، طلق فيا واحد لينيرجي، واحد الطاقه انكرويابل. سي كو جو سوي نيرفيوز باسكو نمل، هذه حاجه بالك ماشي مليحه، مي جو سوي دو جونغ اللي ما نقدرش نجد بلاصه وحده، نكره بالخف جون ان اندرو، نحب التغيير ديما. كاين شخصيات يقول لك انا ما نهضرش على ما في بريفي، انا نهضر سون زوكان بروبليم، دونك مانيش مزوجه، مانيش مخطوبه، دونك اللي بور لانستو راني مازلت نتبع في الفن. عفوية في الحديث، تواضع وخفة روح سارة العلامة ربما هو السر الذي جعلها تكسب حب العديد من المتابعين لها، وما صنع تميزها في عالم الفن.